السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الجزء 2 الحركة في بعد 1 القسم 7-2 الحركة بعجلة ثابتة للصف 12 المتقدم مجلد 2 منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017-2018. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ وطبق مفتاح النجاح بعون الله بإيده. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة وارسم. إذا ما تابعت الحل خطوة بخطوة ما حتعرف، يعني مو كتبت بإيدك ما حتعرف تحل. وجيب الورقة الكاتب فيها المعادلات الخاصة بالحركة بعجلة ثابتة. عداء كتلته 57.5 كيلو جرام. بدأ العدو من وضع السكون. إذا السرعة الابتدائية 0. لاحظ أنا رسمت المضمار ورسمت العداء بالأوضاع اللي بحيمر فيها. وتسارع بعجلة ثابتة مقدارها 1.25 متر لكل ثانية تربيع، حتى وصلت سرعته المتجهة إلى 6.3 متر لكل ثانية. ثم تابع العدو بهذه السرعة المتجهة الثابتة. إذن ب2 تساوي 6.3. إذن من 1 إلى 2 تحرك بسرعة ثابتة، من 0 إلى 1 تحرك بتسارع ثابت. الطلب A، ما المسافة التي قطعها بعد مرور 59.7 ثانية؟ وتكون السرعة ثابتة بتكون العجلة تساوي الصفر. هي دلتا اكس 1 وهي دلتا اكس 2، يعني قطع دلتا اكس 1 تمثل المسافة اللي قطعها في المرحلة من 0 إلى 1، دلتا اكس 2 المسافة اللي قطعها في المرحلة من 1 إلى 2. دلتا اكس تساوي لاكس دلتا اكس 1 زائد دلتا اكس 2. اول شيء بنحسب الإزاحة الاولى وزمنها. ليش؟ لانه لدينا السرعة الابتدائية والسرعة النهائية والعجلة. هذا بيمكننا من حساب دلتا اكس 1 وتي 1. استخدم هذه المعادلة لان بي 1 عندك وفي 0 عندك والعجلة عندك، بدك دلتا اكس 1. مرتبها ترتيب اولي ثم ترتيب نهائي. في طلاب من شطارتهم من أدباء بيحلوا مسائل بيصلوا للترتيب النهائي مباشرة، بتعود. فبتطلع دلتا اكس 1 تساوي 15.876 متر. ما منقربها، خليها مثل ما هي، مقرب الى الارقام المعنوية باخر مرحلة. هلا بدنا نحسب الزمن. الزمن نحسبه من هذه المعادلة، بي 1 تساوي لبي 0 زائد اي في تي 1، زمن المرحلة الاولى. مرتب المعادلة تي 1 تساوي بي 1 ناقص بي 0 على اي، وتساوي لستة فاصلة ثلاثة اللي هي بي 1 سالب الصفر على العجلة اللي هي 1.25. وحدات القياس كلها متجانسة إذا لاحظت، وتساوي لخمسة فاصلة 0.4 ثانية. دلتا تي الزمن الكلي هو عبارة عن الزمن للرحلة كلها، الزمن في المرحلة الأولى زائد الزمن في المرحلة الثانية. ومنه منطالع نحن الزمن في المرحلة الثانية. الزمن في المرحلة الثانية يساوي الزمن الكلي اللي هو 59.7، نطرح منه زمن المرحلة الأولى اللي هو مقداره 5.04 ثانية، بكون زمن المرحلة الثانية 54.66 ثانية. نستخدم المعادلة دلتا اكس 2 وتساوي لبي 2 في تي 2. لماذا؟ لأنه بيتحرك بسرعة ثابتة والعجلة تساوي الصفر. في 2 عبارة عن 6.3 متر لكل ثانية، و تي 2 عبارة عن 54.66 ثانية. الجواب بيطلع 344.358. إذا بدك تكتبه بالأرقام المعنوية كام؟ الأعداد اللي عندك كلها عبارة عن تقريباً 3 أرقام معنوية، فبتقرب بتصير 344. أو ما منقرب بهالمرحلة،
لازم بالمرحلة الأخيرة نقرب، إذا دلتا إكس تساوي لدلتا إكس واحد زائد دلتا إكس اتنين وتساوي 328.488. هون إذا بدنا بنقرب كم رقم معنوي ونقرب لثلاث أرقام معنوية، يعني بصير 3 2 8 وهدوليك بنعملهم. الطلب بي ما السرعة المتجهة للعداء عند هذه النقطة، يعني في آخر مرحلة. لاحظ من البداية قلنا آخر مرحلة بيكون العداء سرعته 6.3، سرعة العداء بعد مضي 59.7 ثانية هي السرعة الثابتة التي تحرك بها إلى نهاية الشوط وهي 6.3 متر لكل ثانية. في رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.